السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم عند خالتي زويد. ما عندكم عاوتاني واحد البريوات واحد الشكل اخر جديد. شنو هو؟ عندي هنايا لاباند ولا الديك الرومي، ولكن الديك الرومي قطعته بواحد الطريفه صغيره، ما بغيتش نديرو كفته. كفته كتجيني مدقصه، دونك هكا باش ملي كتاكل كتحس بالحماس كاين. دونك يمكن كديري لاباند، يمكن كديري الدجاج ولا صدور ديال الدجاج، ما كاين حتى مشكل. واش غنديرهم؟ عندي هنا بصله، بصله صغيره، وغندير هنا بصله، غندير الملح على حسب الطوق طبعا هكا. عندي هنا الثوم، ثوم بودره ولا الثوم العادي اللي بغيتو لايم. عندي هنا الفلفل الحار بيكون، بيمون بيكون وافيه. عندي هنايا الكيري، واحد نص معلقه صغيره ديال الكيري. عندي هنايا معلقه ديال صغيره ديال السوجا، وعندي هنا معلقه كبيره ديال الكاتشوب بيديا باش نخلط بيديا. وعندي طبعا شويه ديال زيت الزيتون. دونك هادو هما التوابل اللي غادي نطيب بهم هذاك الخليط ديالي. بسم الله، وكنخلط هذا الشيء وغنديرو في المقله. غادي يطيب، يطيب مزيان، هو اللي غنعمر به البريوات ديالي. الخليط ديالي ها هو كيتشحر، طالعه منو ريحه غزاله كتشهي. انتما ها هو غادي نعمر البريوات ديالي كالعاده بحال الشكل اللي بغيتو، يا مثلثات يا هكا يا قنينطات اللي بغيتو. دونك هكا كيجيو البريوات ديالي. انا قلت لكم الريحه فيهم رائعه وزوينه، جات ما شاء الله. انا المهم كنعطيكم افكار، يمكن لكم تزيدوا بزاف الحاجات معاها، يمكن لكم تزيدوا فيرميسيل معاها، يمكن لكم تزيدوا الفرماج معاها. انا المهم كنعطيكم الطريقه السهله، وانتوما داك الساعه لكم الاختيار. فهادو هما البريوات ديالي ديال الشاورما. واش بالكم يا وليداتي؟ عجبكم في هاد الفكره هادي؟ كنتمنى الله تجربوهم، فكيجيو رائعين. انا قلت لكم يمكن لكم ديروهم في الفران، يمكن لكم تقليهم، انتوما لكم الاختيار. السلام عليكم.